أحزن قصة في مشكلة المياه هي حدثت من 4 سنوات، بحيث أن المنطقة هاي انقطعت من جميع مصادر المياه، ولاحقوا الصهاريج يصادروهن اللي بدين كل المية، فاضطرينا نروح نسرق مية من البير اللي في أحريته إسرائيل في أرض صمون. فسرقنا أول يوم مية وزودنا حالنا على أساس يمشي مشكلتنا، ثاني يوم حطوا لنا ربط الدورية. بحدة ما وصلنا التراكترات عند الماطور الدورية هاجمتنا، وروح ما يدهورن فينا التراكترات واحنا شاردين خوف صادروا التراكترات. نحرس ظل التين والزيتون، ونزرع الأفكار كالخمير في العجين، ونصنع الأطفال جيلا ثائرا وراء جيل، كأننا 20 مستحيل في اللدة والرملة والجليل. احنا اجينا لهون عشان نتضامن مع اهل الحديدية، لانه البني ادم بلا مي هو بيقدرش يعيش، فالمي هي اساس الحياة، فلازم اهل الحديدية يعيشوا حياة طبيعية زي بقية البشر، ياخدوا المي، ياخدوا السكن المريح، ويقدروا يعيشوا بسلام، ويقدروا يربوا اولادهم ويتطوروا ويتعيشوا في حياة سليمة. فالبلاي باك هو مسرح، هو فن، هو مجتمعي، بس هون كمان عم بيصير اشي مقاوم وفن مقاوم، عشان انه احنا بنورجي الاسس تحت الاحتلال، نتيجه الاحتلال والاستيطان. يعني ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، فلا يعقل يعني انه هذول الناس اللي عايشين هون حتى محرومين من اساسيات الحياه، من المي، حتى يعني فيش مخلوق حي على وجه الكره الارضيه اللي بيقدر يعيش او ممكن يعيش من دون المي. فلذلك احنا موجودين هون بالاساس مشان نعزز صمود هذول الناس اللي موجودين على هاي الارض، ونرفع من معنوياتهم ونثبتهم حتى يستمروا بعطائهم وبصمودهم وبثباتهم. According to the Oslo agreement, Israel actually is allocated 80% of the water under the aquifers, under the West Bank, here in the aquifers, whereas Palestinians are only allowed 20%. Not only do we have this huge discrepancy, but on top of that, Israel actually extracts more than their 80% share. So in reality, they extract close to 90% of the water underground here, and Palestinian communities are left with a trickle. Yani we were applying for having a water filling point for the community from that well in 2009, and we couldn't succeed in that because this request was submitted to the Joint Water Committee, which is the Palestinian-Israeli committee who approved the water project. They didn't approve it, and they said that this is like a military area. Not only Al-Hadidiya, but many Palestinian villages and even cities that have no water have to rely on rainwater that they harvest in cisterns, or they have to purchase water from Israel at a more expensive price, or have to bring some, like in this case, with water cisterns, water tankers that will bring it from other locations and deliver it here in the villages, but at a much more expensive price than a regular tap water. Chan chan ya ma chan, chan chan ya ma chan.
قالوا كلال قتلونا وقالوا كلال قديش بيقولوا قديش قديش بيقولوا قديش نطل بس على ظهر الجيش نطل بس على ظهر الجيش وقع العود في الطاحونة وقع العود في الطاحونة والطاحونة مسكرة والطاحونة مسكرة فيها مية معطشرة فيها مية معطشرة وهنا مقص وهنا مقص وهنا مقص وهنا مقص الفاف ده بدا أنا شخصيا بحبش انتماء لأي أي أي حزب أو أي اتجاه سياسي وبحبش كل الآراء المسبقة هاي لأنه عشان هيك بحبش السياسة بالمرة بس هون الموضوع مش سياسي حسب رأيي هو موضوع أكثر إنساني إذا جد بهمك إذا بتروح شوي من الإيجو تبع البني آدم وبهمك غيرك يعني فممكن تتحمل حالك وتروح يعني تحط حالك بمحلات معينة وتحس بناس تحاول تقدر تساعد خلاص تقدر أو مجرد تكون هنيك أو تعرف مجرد المعرفة تتعلم تصغي فهون أكثر هي إنسانية حسب رأيي التواجد هون من ما هي حركة سياسية مع أنه إلها كمان خلفية سياسية كبيرة فالموسيقى بشكل عام أو بشكل خاص أنه كثير بالنسبة لنا شيء منيح وشيء اللي نحن بنحب نعبر فيه يعني نشوف حالنا بهالشي فمنحاول من هاي الزاوية نشوف الأمور نحاول من الموسيقى نعطي أمل نعطي عطول هذا ندور على عطول الطاقة هاي الإيجابية اللي ممكن وين ما كان عرفت تكون موجودة بس بدك أكبر كنت صح؟ I'm gonna make you mine.